أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يكتب على كتاب التفسير بعض الفوائد والشرح عليه؟ لا ما يجوز. المصحف قصدها المصحف ولا التفسير؟ يقول التفسير أحسن الله. تفسير لا بأس، تفسير كتاب ما هو قرآن، يجوز أنك تعلق عليه وأنك تكتب على هوامشه، أما القرآن والمصحف لا ما يجوز. نعم.